التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع موريتانيا. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الدفاع الموريتاني حنان والسيدي. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تسلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تضمنت التأكيد على تعزيز التعاون أو علاقات التعاون، خاصة على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية شرقي البلاد يزداد صعوبة مع تكثيف القوات الروسية هجومها. وفي خطاب له قال زيلنسكي أن القوات الروسية زادت في العملية الهجومية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 من فبراير الجاري. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن ستقوم بكل ما في وسعها لتحسين القدرات الميدانية لأوكرانيا قبيل الهجوم المتوقع في الربيع المقبل. على صعيد آخر، اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تتقدم بمحيط بخموت برغم خسائرها، كما تحاول أيضا خرق الخطوط الدفاعية في ليمان وسط معارك عنيفة في الشرق الأوكراني. يأتي ذلك فيما أعلنت قوات موالية لروسيا تحرير بلدة ساكو وبانديزي الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك. رفض البيت الأبيض اتهامات كوريا الشمالية بأن التدريبات الجوية المشتركة في منطقة شبه الجزيرة الكورية التي أجرتها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية تشكل استفزازا. وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واستون أن واشنطن تسعى للدبلوماسية مع بيونغ يانغ. وأعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام القوة النووية الساحقة في أي مواجهة مستقبلية. وفي بيان لها، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول بالمنطقة دفعت الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، مما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة. دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان لإضراب عمالي عام يوم الأربعاء المقبل على سائر الأراضي اللبنانية. وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى وضع خطة تعافٍ اقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية. كما دعا المجلس كافة الاتحادات التابعة له للمشاركة في هذا اليوم وجعله يوما وطنيا، وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل ما وصفه المجلس بسياسات الإفقار والتجويع. وأكد المجلس أن أهم مطالب الإضراب هو توقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75% لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة. وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر داو جونز الرئيسي بالبورصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة ليصل إلى مستوى 33,748 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة مسجلا مستوى 4055 نقطة.
وتأهل النادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية بعد فوزه الكبير على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثيات نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد طنجة الكبير، وذلك في إطار الدور الأول بمونديال الأندية والمقام في المغرب حتى الحادي عشر في فبراير الجاري. سجل ثلاثية الأهلي كل من حسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومحمد شريف في الدقيقة 56، وبرسيتاو بالدقيقة 86. وسيواجه الأهلي في دور ربع النهائي فريق سياتل ساوندرز الأمريكية يوم السبت المقبل على ملعب طنجة الكبير، علما بأن الفائز منهما سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. مشاهدينا، نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.